للحديث عن الحملة الإغاثية التي قامت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في مخيم إبزيبز، معنا من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، بداية مرحبا بك، لماذا أردتم أن تكون هذه الحملة ضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي؟ جزيلا تحية لك يا أخي الكريم والمشاهدين قناة الرافدين. في الحقيقة ارتأت المنظمة أن تأتي هذه الحملة تحت هذا العنوان الكبير، هي مناسبة أسبوع القدس العالمي، تضامنا من المنظمة منظمة القرى مع أهلنا وإخواننا في القدس، وتضامنا مع قضيتهم، قضية المسلمين جميعا، وهي بمثابة رسالة إلى إخواننا وأهلنا هناك في فلسطين والقدس بأننا معهم، وأن قضية القدس والمسجد الأقصى حاضرة في ضمائر الأمة الإسلامية جميعا، وكذلك هي رسالة أيضا كانت يعني إيجابية وتفاعل معها الناس في جماعة النزوح، ولسان حالهم يقول بأن قضيتنا واحدة وأن هذه الأمة هي أمة الجسد الواحد ومعاناتهم واحدة، ونحن لسان حالهم يقول كذلك بأن رغم الألم ورغم النزوح و مأساة النزوح، لكن تبقى هذه القضية قضية القدس والمسجد الأقصى واحتلال القدس ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان حاضرة، وأن القضية قضية واحدة. طيب دكتور، هذه كانت أبرز رسالة كانت أرادت المنظمة إيصالها عبر هذا المشاركة في القدس العالمي. طيب دكتور، هلا حدثنا عن التفاعل مع هذه الحملة، كيف كان؟ والله في الحقيقة يعني هذه الحملة تأتي في سياق الحملات المتواصلة التي تنظمها منظمة القرى الإنسانية في دعمها للنازحين في مختلف مناطق النزوح ومخيمات النزوح في شمال ووسط البلاد. هذه الحملة الأخيرة كانت تضمنت توزيع السلات الغذائية على 400 عائلة نازحة في منطقة إبزيبز، وأغلب العوائل التي تسكن هذا المخيم الكبير هي من عائلات جرف الصخر النازحة قسريا من ناحية جرف الصخر، والمنظمة أخذت على عاتقها أن تبقى متواصلة تقدم لهم يد العون والمساعدة وتقديم المواد الغذائية وما يحتاجونه من غذاء أو دواء بحسب ما يتيسر في المنظمة وتتمكن منه من تقديمه لهؤلاء النازحين وتخفيف شيئا من معاناتهم في أزمة النزوح في هذه الظروف الصعبة التي يمرون فيها. طيب دكتور، البعض من السياسيين يعني يتهم النازحين والمهجرين بأنهم لا يرغبون بالعودة إلى منازلهم، ويطرح الأمر وكأنه ترف من قبل القاطنين في المخيمات، ما هي الحقيقة باعتباركم يعني على تماس مباشر مع النازحين؟ والله احنا يعني استمعنا إلى شهادات هؤلاء، كان مطلبهم الأساس هو إعادتهم إلى مناطقهم، يعني ما هي الامتيازات التي تقدم لهم في هذه المخيمات المفتوحة حتى يمكن أن يتهموا بأنهم يعني يفضلون البقاء في مخيمات المفتوحة؟ هذا منطق لا يقبله أي عقل سليم، لذلك يعني هذا اتهام يعني باطل، وأنا أظن أنه يصدر من إنسان عاقل أو يحمل قدر من الإنسانية في يتهم هؤلاء الذين يعانون ما يعانون في هذه الخيام والخيمات، مهما يعني قدم لهم من مواد غذائية أو مساعدات فلا يمكن أن ينبي حاجاتهم الأساسية، ولا يمكن أن يسد النقص الذي يعني يحتاجون الغذاء
عايش التأثير يعني، فضلا عن الجوانب المعنوية والجوانب النفسية التي يعني تحطم أخذها كثير من أولاده، يعني ولدوا وعاشوا في هذه المخيمات فلا يتذكرون من حياتهم، يعني هذه بالتأكيد تكون محطة مؤلمة في حياتهم في مخيمات ولدوا وعاشوا وتربوا أكثر من 9 سنوات في مخيمات النزوح. نعم. يعني كيف يمكن لمن يقول ويتلفظ بهذه الثمة ليضع خده مكان هؤلاء الذين ونقلنا كثير من صورهم ويمكن أن يطلع على أحوال هؤلاء أحوال مأساوية ولا يعني يستكثر عليهم المواد الغذائية. نعم. التي تقدم لهم. لا أظن أن عاقلا أو إنسانا يحمل شيئا من المعاني الإنسانية يصدق أو يعني فضلا عن أن يكون هذا واضح. من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك.